العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ما زالت تلقي بظلالها على العالم للأسبوع الثالث على التوالي. ورغم فشل الجلسات الثلاث الأول من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الجولة الرابعة تحمل بارقة أمل جديدة لإنهاء الأزمة. المزيد من التفاصيل في النشرة التالية. انطلقت جولة المفاوضات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو كونفرنس. وأكد المفاوض وهو أحد مستشاري الرئيس الأوكراني ميخايلو أن قنوات الاتصال مع موسكو صعبة ولكنها مستمرة. وأشار أيضا إلى أن كلا الجانبين عبر بشكل فعال عن مواقفهم المحددة، مرجعا سبب الخلاف إلى اختلاف الأنظمة السياسية بين البلدين. أكدت الرئاسة الروسية أن خطط روسيا جميعها في أوكرانيا سيتم تحقيقها بشكل كامل وفقا للأطر الزمنية لها. وقال الكرملين إن روسيا لديها موارد عسكرية كافية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، كما أضاف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان إثارة روسيا من أجل مهاجمة المراكز السكانية الرئيسية في أوكرانيا. قتل 20 شخصا وأصيب 9 آخرون في هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مركز مدينة دونسك. وقالت غرفة عمليات هيئة الدفاع الإقليمي في دونستك إن من بين الضحايا كبار السن وأطفال. وقد أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل شخصين إثر قصف لمبنى سكني في كييف. وأضافت الوزارة أنه تم نقل 3 مصابين آخرين للمستشفى لتلقي العلاج. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة في أوكرانيا أنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية في الأيام الأولى من عملياتها العسكرية. وتثير الحرب الدائرة في أوكرانيا مسألة الأمن النووي، خاصة بعد دخول محطة زابورجيا الأكبر في أوروبا للطاقة الذرية مناطق القتال. بعد أن استولت القوات الروسية على محطة تشيرنوبل في الأيام الأولى من عملياتها العسكرية في أوكرانيا، يعود من جديد موقع أسوأ كارثة نووية في العالم إلى صدارة المشهد الإخباري حول العالم. مسؤولون في قطاع الطاقة في كييف أفادوا أنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا، وذلك بعد أن انقطعت الكهرباء عنها الأربعاء الماضي. من جانبها قالت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية إن أنظمة التبريد بمفاعل تشيرنوبل تعمل بشكل طبيعي، لافتة إلى أنه لا يوجد تأثير خطير على السلامة بالمحطة النووية. وتثير الحرب الدائرة في أوكرانيا مسألة الأمن النووي إلى الساحة، خاصة بعد دخول محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا للطاقة الذرية منطقة القتال، ما تسبب في اندلاع حريق دق ناقوس الخطر في أوروبا بشأن كارثة نووية محتملة. وفي خاركيف تم التحذير من أضرار قد تلحق بمركز أبحاث يضم مفاعلا مدفوعا بمصدر نيتروني. وعبرت الهيئة الفرنسية للسلامة النووية عن القلق من إضعاف الأمان النووي في أوكرانيا، سواء بسبب الانقطاعات في التغذية الكهربائية أو بسبب الصعوبات التي تواجهها الأطقم في أداء مهمتها. يشار إلى أن انفجار وقع في محطة تشيرنوبل عام 1986 أدى إلى مقتل المئات وانتشار سحابة مشعة غربا عبر أوروبا. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ سيناريو في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا في حال لم يتم التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق إنساني. وأكدت اللجنة في بيان استعدادها لتكون وسيطا محايدا لتسهيل الحوار بين الطرفين بشأن هذه المسألة الإنسانية. وأوضح البيان أن المعاناة الإنسانية هائلة، مشيرا إلى أن السكان بمن فيهم العاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرغمون على الاختباء في ملاجئ تحت الأرض بدون تدفئة، ويتعين عليهم المجازفة بحياتهم للخروج لوقت قصير جدا من أجل الحصول على طعام ومياه. أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأضاف بأن القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة.
في سياق متصل، توصلت عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية والمناطق المحيطة إلى مراكز تقديم المساعدات الإنسانية في إقليم دونسك. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إمدادات من الأجهزة والمعدات الطبية بدأت تصل إلى أوكرانيا لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يواجه نقصاً في الإمدادات. وأضافت المنظمة أن سلاسل الإمداد اضطربت بشدة لتعطل كثير من الموزعين عن العمل وصعوبة وصول المخزونات بسبب العمليات العسكرية وتضاؤل الإمدادات الطبية بفعل ضغط رعاية المرضى والجرحى في المستشفيات. طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرا أن الامتناع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف. وقال زيلينسكي بأنه حذر بشكل واضح العام الماضي قادة الناتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال روسيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع بين الرئيسين زيلينسكي وفلاديمير بوتين. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم حكومة أوكرانيا وشعبها. جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض، أشار إلى أن الرئيسين استعرضا خلال مكالمة هاتفية المشاركات الدبلوماسية الأخيرة. وفي السياق نفسه أفادت الرئاسة الفرنسية الإليزي بأن ماكرون وبايدن اتفقا على تعزيز العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا ودعم أوكرانيا واتخاذ جميع المبادرات المفيدة بشكل مشترك لوضع حد للقتال. حثت الولايات المتحدة رعاياها المتواجدين في أوكرانيا بمغادرة البلاد على الفور. وقالت السفارة الأمريكية في كييف إنها طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا. وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض، يأتي ذلك تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأسبوعها الثالث. أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وجوده في أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تشارك في العملية العسكرية هناك. ونشرت قناة غروزني الشيشانية مقطعا مصورا يظهر فيه الرئيس قاديروف في غرفة مظلمة وهو يناقش القوات الشيشانية في عملية عسكرية، وأشار إلى أنها جرت على بعد 7 كيلومترات من العاصمة الأوكرانية. أدان رئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل القصف الروسي في أوكرانيا. وقال ميشيل أن عمليتي احتجاز رئيسي بلدتي ميلتوبول ودينيرو وأوكرانيا وأوكرانيين آخرين وغيرهم من الضغط على السلطات المحلية الأوكرانية تشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي. وأكد رئيس المجلس الأوروبي ضرورة إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي احتجاز المسؤولين الأوكرانيين واعتبره هجوما جديدا على المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا. كما وقد كان حاكم منطقة زاباروجيا قال إن قوات روسيا احتجزت رئيس بلدية أوكرانيا في جنوب البلاد بعد يومين من احتجاز رئيس بلدية أخرى.
قالت نائبة رئيس الوزراء أوكرانيا إيرينا فيرشوك أن بلادها ستحاول إجلاء المدنيين المحاصرين من خلال 10 ممرات إنسانية، بما في ذلك من البلدات أو البلديات القريبة من العاصمة كييف ومنطقة لوهانسك بشرق البلاد. وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن السلطات ستحاول مرة أخرى في تسيير القافلة الإنسانية التي تحمل الغذاء والدواء إلى مدينة ماريوبول الساحلية. انضم نحو 100,000 لاجئ خلال 24 ساعة إلى اللاجئين الفارين من القتال في أوكرانيا بعد نحو 3 أسابيع عن بدء الهجوم الروسي، وفقا لآخر إحصاء للأمم المتحدة. وأحصت مفوضية الأمم المتحدة سامية لشؤون اللاجئين 2,000,000 وأكثر من 698,000 لاجئ من أوكرانيا على موقعها الإلكتروني.